يعني خلينا نبتدي من البداية. حضرتك بدأت بحث إمتى؟ وإيه هو بالضبط قصة البحث وأهميته وليه حصل على جائزة التميز؟ تمام، الفكرة بسيطة شديدة جدا. الإنسان دايما يبحث أو يعشق كل جديد، يعني هاخد كلمة أم كلثوم، القلب يعشق كل جميل. فهي فعلا الإنسان دايما بيحاول يدور على الحاجة الجميلة والجديدة في نفس الوقت. هربط الكلام ده ان احنا حتى في حياتنا العادية اللي الناس كلها عارفة، عشان سهل الموضوع، بدأنا التليفونات زمان كان تليفون صغير كده، كان كله زراير، كانت شاشة صغيرة. فحصل تطوير، حصل تجديد، لحد ما وصلنا النهاردة للسمارت فون، موبايل فيه كل الحاجات اللي الإنسان بيدور عليها. حتى التلفزيون اللي بنتفرج عليه النهاردة بدأ بالتلفزيون عادي، النهاردة بنقول سمارت تي في. مظبوط. فكلمة الذكاء والسمارتنس والتجديد والحاجة انها تبقى جميلة وتبقى جديدة وفهمانة، ده تطور أساسي الإنسان دايما بيدور عليه. فالنهارده زي العلاقة ما بيننا وما بين التليفون المحمول، ان انا حاولت التاتش، فبقى هو بيحس لما انا اكون محتاج حاجة، بتكلمه النهارده فبيسمع، بيعرف ايه، بينفذ لك الأوامر بتاعتك. فبقى فينا جزء من الذكاء في التعامل ما بين الإنسان وما بين أجهزة الاتصالات. الفكرة كانت ان احنا نرجع ورا ده كمان، ان أجهزة الاتصالات نفسها بينها وبين بعضها الحاجة اللي احنا مش شايفينها، احنا في الآخر ما بنشوفش الحاجات اللي بتحصل على الشبكة والأجهزة كلها. مظبوط. يكون لديها نفس القدرة من الذكاء أصلا، ونفس القدرة من التعامل بالطريقة اللي هي تحس باللي حواليها وتفهم ايه اللي بيحصل. ده ليه علاقة بالبروجرامينج؟ هي كأنها حاجة زي كده، بدل ان انا بقى ما كأنها بتبرمج نفسها لوحدها مع الوقت. فمثلا على سبيل المثال، احنا النهارده على قناة معينة مبعوتة على موجة معينة بتردد معين، ممكن تحصل مشكلة في الموجة أو التردد ده، فأجهزة الإرسال اللي في القناة هنا تبدأ هي لوحدها تفهم كده، تنقل نفسها على موجة تانية وتبدأ توصل الناحية التانية، تحل الأزمة مع نفسها. بالظبط كده. فهي بطريقة أوتوماتيكية بسيطة جدا تعرف تحل الأزمة اللي موجودة وتحقق الاتصال من نقطة لنقطة تانية، أيا كان بقى طبيعة الاتصال، مكالمة، تليفون، تلفزيون، إرسال، داتا، إنترنت، ساتلايت، أيا كانت فكرة الاتصالات. فدي كلها كانت حتة دايما بتبقى شغالة بشكل استاتيكي معين كده على وضع معين، الفكرة ازاي تحولها تبقى ديناميكية كأنها بتتبرمج كل شوية بس هي مع نفسها. بس عشان تعمل ده كانت لازم تفهم ايه اللي بيحصل حواليها. فدي كانت النقطة الرئيسية في بداية البحث، ان انت توفر لها الآليات اللي هي كأنها بتسمع وتشوف وما إلى ذلك، وبناء عليه تاخد القرارات الصح. فطبعا دي كانت فكرة جديدة تماما متغيرة، وعشان تتنفذ كان في شوية عوائق في طريقها، فكانت الفكرة الرئيسية زي نعرف نوصل ونحقق الفكرة دي. طيب البحث دكتور فاضل، هل هو بحث ورقي فقط ولا هو بحث تم تطبيقه بالفعل؟ هي الفكرة دايما في الاتصالات، طبعا هو مجال تقني معقد بحث، واحنا كمان بنتعامل فيه بنظرية الاحتمالات، يعني مفيش حاجة احنا مش شايفين الموجة اصلا اللي بتتنقل من حتة للتانية، ومش عارفين فعلا احتماليه انها توصل صح ولا غلط، وايه اللي بيحصل وايه اللي بيقابلها ففي جزء كبير قوي رياضي في الموضوع، وهو ده بيبقى التميز، ان انت لما بنوصل لتوصيف رياضي لحاجه مش مفهومه خالص بيبقى ده انجاز علمي واضح، لان بناء عليه بتعرف تطور. لكن الحاجه لما بتحط لها اساس علمي واضح زي المعادلات كده، والطلب لما بتيجي تدرس حاجات في الفيزياء لما اتحطت معادله معينه الناس عرفت ان المسافه لها علاقه بالسرعه بالزمن، خلاص يبقى دي بناء عليها نعرف نطور ونعمل عربيات على فكره ونعمل ونعمل ونعمل. فما دام اتحط الاساس الرئيسي وتحويل المشكله المعقده المبهمه ديت لحاجات ملموسه، بقى سهل الناس كتيره تيجي تبني عليها وتطور عليها. وبناء عليه حتى من فكره البحث ده في اكثر من 3500 دراسه حصلت بعد كده، سواء من الناحيه الجامعيه او الصناعيه، استفادت من البحث، وكان البحث ده مرجع اليوم. ودي كانت من عوامل اصلا اختيار البحث واثره، ان في كام واحد في العالم استفاد من القصه دي وعرف يطورها. ففعلا التطوير ده فاد من ناحيه الناس اللي شغاله في المجالات العلميه، ان هي بنت على الفكره وبدات تطلع افكار تانية اكتر، اتخذت الفكره دي وبدات تطبق فعلا في بعض الانظمه النهارده. عشان كده بناء عليه هم بيدرسوا الحاجات دي كلها، وبناء عليه بيعرف يقيم اثر البحث ده بعد الفتره الطويله دي كلها. طيب باعتبار حضرتك دكتور فاضل مسؤول عن المشروعات القوميه بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز عموما في تطوير وتنفيذ المشروعات القومية في الوقت الحالي، خاصة احنا بنتكلم كمان عن مدن ذكية؟ سليم، ممتاز. هو دايما الاتصالات زي ما بدأت وبقول دايما بيحصل فيه تطوير وفي تجديد، كانت الفكرة الرئيسية في الاتصالات ان الناس تكلم بعض، تتواصل مع بعض. لكن النهاردة الموضوع تعدى القصة دي، ولا بعض الاتصالات مجرد وسيلة للتواصل، لكن الاتصالات النهاردة بتعني تنمية، بتعني إدارة رشيدة للموارد، بتعني تنمية للإنسان، بتعني تعلم، بتعني صحة عن بعد، كل الكلام ده موجود. فالاتصالات النهاردة بقت أثر واضح جدا في كل القطاعات في الدولة وفي العالم كله.